احنا ممكن زمن احنا نقدموا في الطلبات ومازال فينا فعاليه، وقوفنا امامك سيدي الوالي اليوم محترم هذا دليل على ان مازلنا واقفين ومازلنا انا وياك كما قلت لكم درك مواطنين، نجيبوا المسؤول مسؤولنا اسم مسؤول في خدمه المواطن، نجيبوا الديوان وياك اللي راهي شحال معدل النجاح في الابتدائي شحال دوك يجي مدير التربيه اللي يجيب له باسكو يجي واحد في بلاصتو ترجع خلي المدير يجي واش هذه ماشي مشكل ماشي مشكل الثانويه زين يعني في المضار نعطيك شويه عليها عليها نطاق الثانويه مش اننا اليوم انه جا الوالي راح نقدموا طلبات هباء منثور لا راح نقدموا الطلبات هذه معناها عن قناع عن صح عن نقص الثانوي اللي هما نعانوا منها سيدي الوالي راه 900 طاقة استيعاب راه ما تكفيش اليوم سيدي الوالي فيما مضى عطاونا الثانويه وداروا لها شوارتيها ومن بعدها راحت علاه مانيش عارف داروا مشروع توسيعة للثانوية غير أربع أقسام سيدي الوالي كنت تشوف الوالي الثانوية وتروح واحد الواحد يسجل سجل حتى يجي